السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أم لوجين. اليوم إن شاء الله بحول الله غادي نشارك معكم سكسو ديال بلبولة أو ما يسمى تشيشة. كتجي رائعة بزاف بزاف مع اللحم والخضر. دابا غادي نوريكم الطريقة إن شاء الله بحول الله كيفاش كنحضروا البلبولة أو التشيشة. كتجي روعة روعة. عندي هنا واحد الكيلو ديال التشيشة أو البلبولة، غادي نوريكم الطريقة كيفاش غادي باش نفورها. وغادي نطيب اللحم مع الخضرة. عندي شوية ديال الجزر الخيصو، وعندي واحد شوية ديال القرعة، وواحد شوية ديال اللفت والقرعة الحمراء. دابا الآن نخليكم مع الطريقة. غادي نجيب واحد شوية ديال الماء وغادي نرشها مزيان. نحاول نحرك يديا مزيان باش نحس بها بأنها زكيت مزيان. دابا هكا راها فازكة، يعني الماء ديالها راه باين عليها بأنها راها. وغادي نخليها تشرب مزيان في هذا الماء. انا غادي نقرب لكم باش يبان لكم بان الماء فيها الداخل. بهذه الطريقه غادي نخليها تشرب. شوف ها الماء مازال الان فيها. غادي نحرك باش نعرفها بانها راها كلها تقاست الماء، لان فيها هي عدد طرق. كنوريكم هذه الطريقه هكا وكنخليها تشرب مع قنت. ونمشي نصوب الخضره واللحم. دابا الان عندي واحد زلافه ديال الحمص، واحد يكون عندي واحد كيلو لارب ديال اللحم، وواحد البصله كبيره قطعتها كبيره. وغادي نوريكم كيفاش الطريقه بهذا الشكل هكا. وكنزيد نضيف اللحم. دابا الان غنضيف العطريه، واحد المعلقه شويه مسطره ديال الابزار، واحد المعلقة ديال الخرقوم، وواحد المعلقة ونص ديال الخرقوم. عفوا سكينجبير، واحد شوية ديال الملح، دابا الان بقى لي غير الماء والزيت. كندير غير واحد شويه باش نخليه يغلى واحد شويه، عاد نضيف عليه الماء بزايد. دابا غنديرو على الوضع. عفوا تمسحت ليا واحد شويه. ملي كتقلى لنا مزيان الجره كندير الماء كنغطيه على اللحم غير قياس قليل باش كنشد عليها هي والحموص. اللحم والحموص يطيبو، نشد عليهم الكوكوط، عاد نضيف عليه الخضره. دابا الان ها هي دي نشفات، يعني تشربت داك الماء كله، ما تعجنت ما حتى حاجه. الماء اللي كان باين عليها عندي في القصعه يعني ما وقع لها والو، بقات حبه على خصها كما كتشوف. دابا الان غادي نضيف واحد شويه ديال الزيت، شي ثمن جوج معلقات على حساب هكا. ونحاولوا نلبسوا هذاك الزيت باش نديروها ان شاء الله بحول الله تتفور. كتجي رائعه وصحيه.
حتى الخضره راني نقيتها، بقات لي غير قاعه حمراء حتى نقطعها كما كتشوفوا هكا القرعه والخزو هكا بهذه الطريقه. دابا الان غادي ندير البلبوله عاد شي شات تفور ها. كنشارك معكم الغداء اللي غادي نفطر اليوم ديال هاد الشيشه ولا البلبوله، كتجي رائعه بزاف بزاف. نتمنى البنيتات المبتدئات ما يدهشوش منها، تبعوا غير الطريقه وخطوه بخطوه. دابا نديرها فوق هذه الطنجره الطيب. دابا ان شاء الله ملي تفورت لنا التفويره الاولى اللي هو تقريبا 20 دقيقه بهذه الطريقه، كنجبدها الطنجره وكنقلبها هنايا في الكسكاس. هذه التفويره الاولى، دابا غادي نبدا نحلها غير بشويه لان راها سخونه باش غادي نولي نرشها. عندنا فيها واحد ثلاثة تفويرات، كنفورو هاد الشيشة أو البلبولة، دابا كنحلها غير باش تبرد لأنها سخونة على يديا، وغادي نرشها بالما باش نخليها عاوتاني تشرب إن شاء الله داك الما اللي غادي نضيف لها. كنرشوهاش بزاف التفويره الثانيه، غير واحد شويه ماشي بحال في الاول. حيت لان راه سخون انا ما غاديش نقدر نقيسها بيدي حتى تبرد واحد شويه باش نقدر نحلها بيديا. دابا الان غادي نخليها هكا تشرب، ها نتوما كي كتشوفوا ما لاصقه ما ملصقه ما حتى حاجه حبه على اختها. دابا الان غادي نخليها مع جانب تشرب هذاك الماء اللي رشيتها به. دابا الان جبت داك المرق ديال اللحم والحمص وداكشي وخبيته هنايا في هاد الطنجره ديال التفوار باش نزيد نكمل التفويره الثانيه والثالثه هكا بهذه الطريقه. خويت هنا كلشي وزدت عليها الخضر، ودابا غادي نضيف واحد شويه ديال المعدنوس عندي مقطع، يستحسن ان الا كان مربط حسن هذه الطريقه. هذه انا عندي هكا مقطع، غادي نضيف هذا مقطع، وحبيت واحد مطيشه كبيره حتى هي غنضيفها عليه. دابا الان غادي نغطي علينا ما تبدا تغلى، ونجيب داك البلبوله ونحطها فوق منها التفور او التشيشه. دابا راه تشربات مزيان داك الماء اللي رشيتو عليها، ها نتوما كما ترون، يعني ما ملصقه ما معجنه ما حتى حاجه، كل حبه بوحديتها كتجي رائعه بزاف بزاف. كنتمنى تجربوها. دابا الان ان شاء الله غادي نزيد التفويره الثانيه، عاود نخليها واحد 20 دقيقه. غادي نفورها دابا كما قلت لكم على داك الطنجره ديال اللي ضفت عليها الخضره. دابا الان غنديرها فوق الطنجره، نخليوها تفور مع داك المرق باش كيطلع مع داك الروا ديال المرق ديال الكسكس، تيجي رائع. دابا الان هذه التفويره الثانيه غادي نخويها. ها نتوما ما لاصقه ما والو،
الان غادي ندير الرشه التاليه التفويره التاليه هذه دابا غادي ندير لها الثالثه وغتكون طاطا بدا يدخلها الطياب سخونه عليا ما نقدرش نقيسها بيديا دابا دابا غادي نضيف لها واحد شويه ديال الملحه غادي نضيف لها الماء نرشها فيه دابا هذه التفويره التاليه اللي غادي ندير لها الماء الكافي غير صغير الكاس هي دي قدامكم كتشوفوها ما معجنه ما حتى حاجه اللي كيخاف منها تعجل ولا شي حاجه وما كتطلعلوش يتبع غير خطوه بخطوه راه كتجي زوينه بزاف وصحيه وكتجي لذيذه رائعه بزاف بزاف والمره الجايه ان شاء الله بحول الله غادي نشاركها معكم باللحم ديال الراس ديال البقري كتجي عاود كيتقنها اللحم ديال الراس ديال البقري كتجي رائعه بزاف بزاف دابا غادي نخليها مع جانب تشرب مزيان باش نردها تفور التفويره التاليه انتما كما كتشوفوا انتما حبه على اختها يعني ما معجنه ما حتى حاجه دابا الان ملي تشربات دابا غنديرها تفور التفويره التاليه دابا الان هذه هي التفويره التاليه كندهنها واحد شويه بالسمن بهذه الطريقه هكا واحد المعلقه صغيره واللي ما كيعجبوش ما يضيفوش راه مازال سخون نحاول نحركوه بهذه المعلقه لما كيبرد شويه كيجي رائع بزاف هذا هو الشكل النهائي ديال البلبوله او ما يسمى بها الشيشه كتصبح جاهزه كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم بارطاجوا مع الاصدقاء والحباب وضغطوا على الجرس لكي يصلكم الجديد ونقدموا هذا الطبق بالصحة والراحة.